ما هي أكثر اللغات استخداما في العالم؟ ما هو الشعور الذي لا تملكه الدلافين؟ من كان أول رجل تطأ قدمه على سطح القمر؟ في أي شهر تكون الأرض أقرب للشمس؟ ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ أي كوكب لديه أكبر عدد من الأقمار؟ ما السرعة التي يمكن أن يطير بها النحلة؟ ما هو الكوكب الثاني من الشمس؟ أي دولة لديها أكبر عدد من البراكين؟ في أي عام انتهت الحرب العالمية الثانية؟